قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم. النيران تلتهم سيارة وترعب المرء بمراكش. الله يحفظنا ويحفظكم. كثرت الحوادث مؤخرا في المغرب. السلام عليكم متابعي قناة رمضان تيفي. اندلعت قبل قليل من عصر يومه الاثنين 26 شتنبر النيران في سيارة خفيفة مركونة أمام مركز تسجيل الضرائب المباشرة بشارع مولاي الحسن بمراكش ما استنفر مختلف المصالح. وقد استنفرت الواقعة السلطات ومصالح الأمن والوقاية المدنية والتي سارعت بإخماد الحريق فور حلولها بعين المكان مستعينة بشاحنة صهريجية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.